السلام عليكم متتبعي مزرعة الدواجن الصادقة. كما كتشوفوا هي ما خرجت حتى شي بيضة، حتى بيضة ما خرجت، وكترجع مسكينة لبلاصتها. يعني ما حدا ما خرجتش الكتكوت، وناض الكتكوت يتمشى ولا شي حاجة، راه كتحس براسها بأنها مازال ما دارت والو. حنايا غادي نعيشوا معها هاد التجربة، واليوم إن شاء الله غنبدلوا لها البيض، غنحطوا لها بيض واحد آخر، وغادي نستناوها إن شاء الله أنها تفقس بإذن الله. تبارك الله عليكم وكنشكركم كنشكركم. السلام عليكم متتبعي زراعة الدواجن الصادقة. كما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، أنا غادي نبدلو لها البيض، حيت هذاك البيض حتى وحدة فيها ما خرجات، ديباسات الفانتيان جور 21 يوم ديالها، وحتى وحدة ما خرجات. دابا حاليا غنحطو لها بيض واحد آخر. كما كتشاهدوا هادو 6 لي جور، 6 أستراليوب، وغادي نحطوهم لها إن شاء الله، وغنشوفو شنو كاين. تبعوا معايا نبدلو لها البيض. دابا نحيدو لها البيض اللي تحت منها، وغادي نديرو البيض الاخر. درسي ورصاي، هو البيض اللي حيدنا اللحوه، هو البيض اللي عطيناه. غادي ندخلو هذا دابا لداخل، نعاونوها باش ندخل هادشي لداخل ونشوفو. يلا يلا نوضي. ايه والله يسخر، هادشي اللي غنقولو. يلا سيري سيري قدي براسك. يلا يلا تقدي. وهاد البيض غنشوفو فيه بالضو، نشوفو شكون اللي مكون اللي تكون فيه الفلوس وما خرجش. نشوفو شكون هي كتقد براسها كيما كتشوفو. هنا كانت 11 بيضة، هنا درنا لها 12. هي مسكينة كتقد، الله يسمح لنا نزيدو لها المدة. بعد ما ضربات 21 يوم وما كاينة والو، غتزيد مسكينة تصبر 21 يوم وحدة أخرى. والإخوان يعني هادي تجربة، بارطاجيوها مع الأصدقاء، بارطاجيوها الله يجازيكم بخير. واللي عنده شي معلومات كما قلت يقولها لنا. المهم احنا غادي نتوكلوا على الله، وقلنا بسم الله وحطينا لها بيضات وحدين اخرين، وغنشوفوا النتيجه ان شاء الله من هنا 21 يوم. دعوا معنا بالتسخير واللهم بارك. وواحد الهضره سمعناها وكنت معها ديما، بان هذه الوقيته هذه ديال شهر 5 وشهر 6 كيكون فيهم التفقات، كيكون فيهم تقريبا ضعيف، ما عرفتش الجو ولا شي حاجه الله اعلم، لا في الفقاسه لا في بالنسبه للتقراق ديال الدجاجه هكا مباشره. واللي عنده شي معلومات كما قلت لكم يبارطاجيهم معنا. كنشكركم على المتابعه والبارطاج واللايكات والتعليقات ديالكم والتواصل ديالكم معنا. دعمونا بالبارطاج كما معوديننا، وتبارك الله عليكم. فاش درنا الميراج كيبان الكحوليه، فاش هرسنا البيض حتى وحده فيهم مخصبه، كلهم بحال هكا. يعني الشخص اللي خديت عنده البيض عنده الخصوبه، ما غاديش نقول ضعيفه، نقول 0%. هادشي اللي كاين على العلم انه هو راه كيبيع البيض، كيبيعو بثمن ديال الماكله، يعني واخا يكون مخصب ولا مخصبش كيبيعو بثمن ديال الماكله، يعني الثمن ديال خليط السلالات. عنده خليط زويون، لكن البيض عنده ضعيف، الخصوبه ضعيفه، يمكن حيت مشينا لعندو شفنا شنو عنده، يمكن عنده العدد ديال الفرارج قليل بالنسبه يعني العدد اللي عنده ديال الدجاج. داكشي علاش كيكون هذا المشكل هذا ديال التخصيب ما كاينش. وماشي مشكل، دابا حاليا كما قلت لكم بدلنا لها البيض، حيدنا لها البيضه ديال اللي ما خصهاش، حطينا لها البيض متاكدين من الخصوبه ديالو، يعني نسبه الخصوبه ديالو طالعه، وان شاء الله يكون الخير وتبارك الله عليكم.